السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرايد نبدأها بأبرز العناوين. في الشرق القطرية مؤسسة أسباير زون عقد من التميز الرياضي العالمي. في الراية القطرية عبطان قطر لها دور مؤثر في دعم العراق أمام الفيفا. في الوطن القطرية ويسلي شنايدر كنت واثقا من الفوز على الأهلي. في الساد الدوحة القطرية أحمد مبارك شكرا يا أهل قطر. في الراي الكويتية سمو الأمير يؤكد على الاهتمام بالرياضيين ويشيد بتنظيم خليج 23. في عمان العمانية احتراف أبطال خليج 23 أبرز مكاسب الكرة العمانية. في الملاعب العراقية الليوث تلتهم النشامة في تشانغ شو. في ليكيب الفرنسية صندوق الاستثمار القطري يشتري 70% من أسهم بي اس جي في 2011. في جلوبو البرازيلية رونالدينيو يتأهب لتوديع الملاعب نهائيا. في موندو الإسبانية رونالدو بيريز يماطل وغدا الزيادة في العقد. هذا كان في العناوين، ماذا عن التفاصيل سنتابع في سياق الحلقة، تابعونا. أهلا بكم من جديد، نبدأ جولتنا لليوم من الصحف القطرية ونفتح جريدة الشرق لنطالع أهم ما جاء فيها على هذه الصفحة. بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشائها، مؤسسة أسباير زون عقد من التميز الرياضي العالمي. من النشأة وحتى العالمية حقائق وأحداث، الرياضة القطرية انطلقت نحو العالمية من قلب مؤسسة أسباير زون. المؤسسة غيرت خريطة العالم الرياضية بجعل الدوحة والمنطقة أبرز وجهاتها. نتابع أيضا من صحيفة الشرق على الصفحة التالية. في مؤتمر صحفي أمس، البرازيلي إيريك أوليفيرا رسميا في المرخية. آخر ما اخترناه لكم من الشرق عن بطولة هذاب للفروسية نقرأها من الصفحة التالية. الجولة 6 تنطلق الجمعة بالشقب، الفرسان يعلنون التحدي في هذاب. منافسات في القفز والترويض وفعاليات منوعة للجماهير. اليوم وغدا بنادي الفروسية سباق الخيل على كأسي الشقب ومعيدر. من الشرق ننتقل إلى صحيفة الراية ونطالع فيها. وقع بروتوكول تعاون مع العلي عبطان وزير الشباب والرياضة العراقي. قطر لها دور مؤثر في دعم العراق أمام الفيفا. جاهزون لتقديم كافة الدعم لاستضافة قطر لمونديال 2022. ماذا كتبت الراية عن انطلاق الجولة 13 لدوري QMB؟ نتابع. تبدأ غدا، تقام على مدار 3 أيام، طموحات وتحديات في أصعب الجولات. أندية تسعى لتأكيد الجدارة وأخرى تركز على تجنب الخسارة. نقلب في صفحات الراية ونتابع منها أيضا هذه الصفحة. أدى تدريبه الرئيسي أمس بالصالة الرئيسية، عناب اليد جاهز للمواجهة النيوزيلندية بالبطولة الأسيوية. حماس كبير في التدريبات وتركيز عال من اللاعبين لضربة البداية. ما زلنا مع الراية ونقرأ من الصفحة التالية.
بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية ومعهد ماكين وبدعم من غرفة قطر. اليوم انطلاق المؤتمر الدولي للأمن الرياضي في واشنطن. ما زلنا مع الصحف الصادرة من الدوحة ونقرأ من جريدة العرب هذه المرة هذه الصفحة. توزيع الاستمارات على الجهات المشاركة، تعديل نظام التصويت لجائزة الاتحاد القطري لكرة القدم. على صفحة أخرى من العرب نطالع ما جاء فيها على النحو التالي: اتحاد الشطرنج يخاطب الدولي ويطالب باعتذار رسمي. المضيحكي: ننتظر نتائج لجنة التحقيق مع آل الشيخ. نغلق العرب ونفتح الملحق الرياضي لجريدة الوطن ونقرأ: عبد الله حامد الملا الأمين العام لمجلس الأندية يؤكد بوضوح ردنا على الشائعات: لا نضغط على أي اتحاد، نحن شركاء في المنظومة وهدفنا خدمة الرياضة القطرية فقط. نتابع على صفحة أخرى لجريدة الوطن عن استعدادات العنابي الأولمبي لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة المقام حاليا في الصين. وهذه الصفحة: يخوض أو منتخبنا يفتح الملف الفلسطيني، سانشيز يطالب لاعبيه بالتركيز ومواصلة العروض القوية. من صحيفة الوطن أيضا نتابع ما قاله ويسلي شنايدر عن الغرافة وذكرياته ومستقبله: كنت واثقا من الفوز على الأهلي، ما شاهدته بأسباير وما يتم إعداده ل 2022 يتم بصورة احترافية. آخر وقفاتنا على الجرائد القطرية ستكون من استاد الدوحة ونتابع منها هذا الحوار. قائد الأحمر العماني أحمد مبارك كانو لاستاد الدوحة: شكرا يا أهل قطر، خليجي 23 شهادة ميلاد جديدة للكرة العمانية، ما زلت قادرا على اللعب في دور النجوم. نتابع من استاد الدوحة أيضا هذا الحوار مع خالد عبد الرؤوف لاعب الغرافة، حيث قال فيه: شنايدر اسم كبير وقادرون على العبور لمجموعات دوري الأبطال. إلى الكويت ومن صحيفة الراي نطالع هذه الصفحة: سمو الأمير يؤكد على الاهتمام بأبنائه الرياضيين ويشيد بجهودهم في تنظيم خليجي 23. الرودان تقدم بالإنابة عن رؤساء الأندية ببالغ الشكر للدعم السامي المتواصل الذي تكلل برفع الإيقاف. نبقى في الكويت ومن صحيفة الأنباء نقرأ: 7 مباريات في ختام المجموعتين لكأس ولي العهد، حاسمة بين الزهراء والنصر اليوم. ومن نفس الصفحة أيضا نقرأ: استاد جابر جاهز لاحتضان نهائي كأس ولي العهد، وعاد العقلة رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت يقول: أتمنى من القادسية تحديد المقابل المالي لانتقال المطوع. إلى عمان ومن صحيفة عمان نقرأ من الصفحة الأولى للملحق الرياضي، نتابع عمان وماذا كتبت: احتراف أبطال خليجي 23 أبرز مكاسب الكرة العمانية. نبقى مع صحيفة عمان ونقرأ من صفحة داخلية: حصاد المشاركة خسارة بالثلاثة، الأولمبي يحبط الأمال ويعيش في الصين حالة صيام. إلى العراق ومن صحيفة الملاعب نطالع: اليوس تلتهم النشامة في تشانغشو، منتخبنا يتأهل للدور ربع النهائي وينتظر ثاني المجموعة الرابعة، حمودي يتصل بالوفد الأولمبي ويبارك التأهل. إلى الأردن ومن صحيفة الدستور هذه المرة نطالع: منتخب النشامة يعود إلى عمان وبني ياسين يحصد جائزة أفضل لاعب. ومن نفس الصفحة أيضا نقرأ: حسن عبد الفتاح يوقع رسميا والإدارة تفاوض الفخوري، الوحدات يختبر المدافع الكرواتي فيدران توركاج.
إلى الجزائر ومن صحيفة الشروق نطالع سويا. لجنة النزاعات ترددت في اتخاذ قرارات نهائية، فوضى في الفاف في آخر يوم من الميركاتو والزطشي في عين الإعصار. نبقى في الجزائر ومن صحيفة الشروق أيضا نقرأ. رفض ملف ولد زميرلي أو رفض الملف يؤكد وجود أزمة دبلوماسية كروية. من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟ في التفاصيل تحدثت الصحيفة عن قلة التمثيل الجزائري في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فهناك من يحمل الرئيس السابق محمد روراوة المسؤولية، وهناك من يحملها للرئيس الحالي خير الدين زطشي. إلى جولتنا العالمية التي نبدأها من فرنسا ومع صحيفة ليكيب، وهذا الخبر المتعلق باللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي. متابع ليكيب الفرنسية، ماريو بالوتيلي يعادل الرقم الذي أحرزه مع ميلان. تفاصيل الخبر تقول إن ماريو بالوتيلي قد عادل غلته من الأهداف التي أحرزها مع الميلان بتسجيله ثنائية في مرمى موناكو. نبقى في فرنسا ومع ليكيب التي استعادت بعض الذكريات المتعلقة بنادي باريس سان جيرمان. متابع، عام 2011 استحوذ صندوق قطر الاستثمار على نسبة 70% من أسهم النادي الباريسي. وتضيف الصحيفة بأن باريس سان جيرمان في ظل رئاسة القطري ناصر الخليفي رسم أهدافا وحقق إنجازات كبيرة غير مسبوقة في تاريخه. نبقى في فرنسا وهذه المرة مع لو باريزيان التي كشفت عن التغييرات داخل باريس سان جيرمان في تشكيلته أمام ديغون. متابع، عودة نيمار مقابل غياب باستوري. البرازيلي تغيب أمام نانت بداعي الإصابة ويستعيد مكانه في اللقاء المقبل. في المقابل سيواصل الأرجنتيني خافير باستوري غيابه رغم التحاقه بالتدريبات مع المجموعة. إلى البرازيل وصحيفة غلوبو التي كشفت عن إعلان النجم رونالدينيو الاعتزال نهائيا. نتابع هذه الصفحة على غلوبو. رونالدينيو يتأهب لتوديع الملاعب نهائيا. تقول غلوبو رغم أنه لم يلعب منذ فترة فإن رونالدينيو أعلن رسميا الاعتزال بعد مسيرة حافلة مع عدد من الأندية البرازيلية والأوروبية. إلى إسبانيا حيث صحيفة موندو ديبورتيفو توقفت عند الأزمة التي يمر بها ريال مدريد ونشرت خبرا يتعلق بكريستيانو رونالدو. نتابع ما هو الخبر. رونالدو: فلورنتينو بيريز يماطلني وغدا الزيادة في العقد. تتساءل الصحيفة هل بدا صبر كريستيانو رونالدو ينفد بعد مطالبته بمراجعة البند المتعلق بالزيادة في راتبه السنوي؟ كريستيانو طالب ب 40 مليون يورو صافية سنويا، ونسبت الصحيفة كلاما يقول فيه نجم المارينجي بأن فلورنتينو بيريز يماطله ويقول له كل يوم غدا سنسوي الوضعية ولم يحصل شيئا حتى الآن. نواصل الجولة وإلى ملاعب إنجلترا حيث صحيفة الميرور كشفت عن خفايا تعثر انتقال التشيلي أليكسي سانشيز من أرسنال إلى يونايتد. متابع ديلي ميرور، مورينيو يدخل معركة من أجل أليكسي سانشيز. قالت الصحيفة إن نادي أرسنال حتى الآن لم يتواصل الاتفاق حول رحيل سانشيز أو ضم مخيتريان في ظل رغبة الأخير في الحصول على 150 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، الأمر الذي لا يتماشى مع إدارة الغانرز. نبقى في انجلترا واهتمام بانباء تتحدث عن مستقبل جوزيه مورينيو مع اليونايتد. تقول صحيفه التلغراف على هذه الصفحه: مورينيو قريب من التوقيع مع يونايتد حتى 2021. الصحيفه الانجليزيه تؤكد بان المفاوضات بين يونايتد ومدربه مورينيو قطعت شوطا كبيرا، وقد يوقع البرتغالي قريبا عقدا يمتد حتى عام 2021. مشاهدينا، كان هذا أبرز ما طالعناه في الصحافة حول العالم اليوم.
ننتقل الآن ومثل كل أربعاء إلى فقرة الرياضة والمال، وضيفنا اليوم أحمد الفضلي الذي أعد تقريرا في جريدة لوسيل تحت عنوان سوق التذاكر الرياضية فرصة واعدة للشركات القطرية. ابقوا معنا. نرحب بك أستاذ أحمد الفضلي، ونذهب سريعا إلى موضوع هذا الأسبوع ونبدأ. طبعا بالأرقام التالية جاءت عبر تقريركم في جريدة لوسيل القطرية. في البداية أود أن أعرف، يعني هل طلب شراء 1,300,000 بطاقة خلال 24 ساعة، يعني هل هذا رقم كبير أو عادي بالنسبة يعني لحدث مثل كأس العالم؟ نعم، في البداية لابد من التركيز على حجم السوق الرياضي واستقطابه للأموال والاستثمارات ولأنظار المتابعين، فتقدر الأرقام نحو 600 مليار دولار. حجم السوق الرياضي حاليا بزيادة سنوية تقدر ب 100 مليار دولار من حيث استقطاب التذاكر أو بيع التذاكر وترويج للبطولات والرياضات. بالنسبة لحجم مبيعات التذاكر وطلبات التذاكر في مونديال 2018، يعني تقريبا الرقم يعني فاجأ الكثير، خاصة أنه حقق صعود قوي خاصة على مستوى الـ 24 ساعة الأولى، حيث تجاوزت 1,300,000 طلب في ظرف 24 ساعة. هذا من ناحية، هناك بعض المنتخبات أو بعض الجماهير التابعة للمنتخبات على غرار الجماهير المغربية التي نفذت تذاكرها في وقت قياسي، وحتى أنهم طالبوا بوضع التذاكر تكون خاصة لهم، فبالتالي هذا الرقم يعني فاجأة وشكل مفاجأة كبيرة. يعني طالبوا بنوع من الكوتا، يعني بالضبط طالبوا بزيادة العدد التذاكر. طيب حتى الآن يعني 2.3 مليون طلب حتى الآن وفق تقريركم. نعم. الذي أوردتموه في جريدة لوسيل، يعني ماذا عن معدل سعر البطاقة الواحدة في مونديال روسيا؟ هل لديك معلومات إلى الآن؟ أكيد، بالنسبة للأسعار سجلت زيادة مقارنة بمونديال 2014. الأسعار حددتها الفيفا عند مستوى يتراوح بين 105 دولارات إلى تقريبا 1,100 دولار، حيث تتضمن الدرجة الأولى بالنسبة للمباراة الافتتاحية والحفل الافتتاح تتراوح بين 550 دولار بالنسبة للمباراة للدرجة الأولى، درجة ثانية 390 دولار، بالنسبة للدرجة الثالثة فهي 220 دولار، وبداية من المباراة الثانية وحتى النهائي فإن الأسعار تتراوح بين 105 و 1,100 دولار. طيب مقارنة مع مونديال البرازيل، هل هناك ارتفاع كبير في الأسعار؟ يعني تقريبا ب 100 دولار، إذا لأنه أغلى تذكرة كانت في مونديال 2014 عند مستوى في الدور النهائي عند مستوى تقريبا 1,000 دولار. طيب هذا عن مونديال روسيا. طبعا مشاهدينا التقرير تطرق أيضا لأرقام كبيرة وأيضا إلى نهائيات كأس العالم 2022، يعني تضمن أرقام كبيرة عن حجم السوق الرياضي في عام 2023، أي العام الذي يلي مونديال قطر. نتابع على الشاشة مشاهدينا هذه الأرقام. 72 مليار ريال حجم السوق الرياضي في 2023، مبالغ كبيرة جدا، ماذا يشمل هذا الرقم برأيك؟ طبعا هذه 72 مليار ريال هي مجموعة فرص واستثمارات تم تخصيصها من قبل دولة قطر من خلال القطاع العام لفائدة القطاع الخاص، وتحديدا تشمل 83 فرصة استثمارية تتضمن أو تتعلق بسبع قطاعات رئيسية، هي تنظيم الفعاليات
وبيع التذاكر، إضافة إلى تطوير المنشآت، تطوير الرياضي، بيع المعدات الرياضية والسلع، السياحة الرياضية، إضافة إلى التسويق الرياضي. هذه أبرز الفرص الاستثمارية المرصودة ضمن 72 مليار ريال والتي تمتد إلى تقريبا 2023. نعم. طيب 62 مليون ريال سوق بيع التذاكر في 2025، هل لك أن تطلعنا على يعني أرقام العام المنصرم لمعرفة حجم الزيادة في الزيادة المرتقبة؟ أكيد. بالنسبة لسوق التذاكر في دولة قطر يشهد تطور سريع ومتسارع مع اقتراب التظاهرات الرياضية الضخمة وفي مقدمتها كأس العالم 2022. لاحظنا خلال السنة الماضية حجم سوق التذاكر في دولة قطر بلغ نحو 28 مليون ريال، ويتوقع هذه السنة أن يقفز إلى مستوى 30 مليون، على أن يرتفع خلال السنة المقبلة إلى مستوى 31، على أن يصل بحلول 2022 إلى مستوى 82 مليون ريال، على أن هذا يشمل كل الأحداث الرياضية اللي تجري على الساحة القطرية؟ بالضبط، على جميع الأحداث، وأعلى مستوى سيكون في 2022 بحكم تنظيم كأس العالم، حيث سيصل 82 مليون ريال. وطبعا خلال 2023 سيتراجع إلى مستوى 51، سنة 2024 سيصل 57 مليون، على أن يعيد الارتفاع في موفى 2025 إلى مستوى 62 مليون. طيب هذه الأرقام، يعني هل أخذتم بعين الاعتبار حجم التضخم الذي يحصل سنويا؟ طبعا هناك هذه تقديرات قبل المتغيرات الاقتصادية التي وقعت في الآونة الأخيرة، وقبل حتى الإعلان عن حجم التذاكر في مونديال 2018، فبالتالي نتوقع أن ترتفع هذه المبالغ والأرقام بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% مقارنة بالأرقام المذكورة حاليا. نعم. طيب نواصل مع الأرقام والفوائد المتوقعة من الاهتمام المتواصل في قطاع الرياضة، ونتابع مشاهدينا على الشاشة هذه الأرقام. يعني 83 فرصة استثمارية في القطاع الرياضي، هل لك أن تطلعنا على أهم هذه الفرص الاستثمارية؟ طبعا أهم فرصة من ضمن 83 فرصة رياضية أو استثمارية في قطاع الرياضة هي تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية، وهي تتضمن كذا كما أشرنا منذ قليل سوق بيع التذاكر، حيث تستقطب استثمارات ضخمة، ويتوجب أن تكون الجهة التي ستدير هذه الفعاليات تتمتع بالخبرة والدراية الكافية. نعم. طيب 111 مليون ريال إيرادات الشركة التي يعني تستحوذ على مبيعات 2025، كيف تتم العملية يعني، وماذا عن نصيب الدولة هنا في هذه طبعًا النقطة؟ أكيد. بالنسبة لحجم الإيرادات المتوقعة لشركة واحدة قد تستحوذ على سوق بيع التذاكر والترويج لها نحو 111 مليون ريال، فإذا تم مقارنتها بحجم الاستثمارات، تقريبا الاستثمار يكون عند مستوى 31 مليون ريال، بمعنى أنه إذا استثمرت الآن شركة ب 31 مليون ريال هي قادرة بحلول 2025 على تحقيق إيرادات تصل إلى 111 مليون ريال، مع العلم أن نفس الحالة يعني نفس الشركة التي تستحوذ على سوق بيع التذاكر قد تحقق إيرادات بنحو 82 مليون ريال في 2022. طبعا هذه أرقام هي تقديرية وتقريبية، خاصة افتراضية خلينا بالضبط، لأنه في ظل المتغيرات الاقتصادية وتسارع الدعم الرياضي فنتوقع أن ترتفع هذه الأرقام والمبالغ بنسب كما ذكرنا تتراوح بين 10 و 15%. وهنا لابد من الإشارة والتأكيد على أن دولة قطر ترعى بعض الفعاليات الرياضية من خلال جعلها فتحة مفتوحة إلى جميع الجماهير دون معلوم تذاكر. نعم. أستاذ أحمد الفضلي الصحفي في جريدة لوسيل القطرية، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، لقاؤنا يتجدد غدا مع حلقة جديدة من جرايد. دمتم في رعاية الله.